السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ اهلا بكم يا جماعة الخير في مقطع جديد الحلم المفقود مجددا، حلقة رقم واحد يا جماعة الخير بالموسم الثالث. بعدنا موسم اول فيفا 16، موسم ثاني فيفا 17، موسم ثالث الان باذن واحد احد. فيفا 16 بدينا مع الوحدة، فيفا 17 بدينا مع الهلال. هذا الموسم نبدا مع مين يا جماعة الخير؟ اتوقعوا معي راح نبدا طبعا من باب التنويع والعدل، مع اني انا سويت تصويت في تويتر والاغلب قال اختار الهلال، يعني تصويت الهلال كان مرة اكثر، لكن نقول الاتحاد. اهلا بكم يا جماعة الخير في حلم المفقود مع نادي الاتحاد السعودي، الفتى الذي كان يحلم ان يصبح لاعبا وهو صغيرا ولم يتحقق ذلك، تسنى له اللعب ان يلعب الكارير مود حتى انه يتخيل انه يعني فهمت يعني هي بدل ما صار لاعب فصدق بيصير لاعب ان شاء الله باذن الله في الحلم المفقود في هذا السلسله. يا جماعه الخير راح تكون سلسله طويله المدى، راح نلعب نمسك خط لين تنتهي، لين نطفش خلاص، نقول يا ولد انهي خلاص. الهدف يكون اننا نبدا مع الاتحاد وان شاء الله نوصل لاقوى فريق ممكن، سواء ريال مدريد او برشلونه او حتى انديه في الدوري الانجليزي. ولد عموما نبدا ان شاء الله باذن الله ندرب اللاعب، يعني شايفين حطيت لاعب يشبهني بس يعني كانه صار فلبيني شويه بس ما يخالف. ها لو حلو معلي طيب. ونبدا اول تدريب لاعبنا الفنان يا ولد، يا هلا والله بحمد يا مرحبا. يبغى نعدل على الشكل اكثر حتى يخلي يشبهني اكثر، بس انه هذا يعني ها شوف اللاعب يا جماعه الخير، هذا انا يعني قال اوكي اكرمكم الله ورعاكم، يعني احنا نحب الاوف والله كل شيء مقفل يا شباب، مع الخواص مقفله كلها، فاكرمكم الله ورعاكم يعني راح ناخذ بوتي انا تحب اتعامل مع نايك عيال، والله انه اديداس نصابين، الطول نفس طولي، الوزن نفس وزني بالضبط، كل شيء يعني حاولت اني اخليه يشبهني اكثر. الاتحاد عنده دوره تدريبيه يا شباب، خلينا ننطلق ليتس جو يلا. طيب يقول لك رساله من المدرب، لقد اخترتك في التشكيله الافتتاحيه اليوم. احيا مدرب الاتحاد والله من هو الزبده، شوف حاط اسماء الوكيل عبد الله والمين والجم والمولد، اما المولد موجود كيف. اوكي هذه تشكيله الاتحاد يا جماعه الخير زي ما انتم شايفين، الله يعين. يلا ليتس جو يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، اعزائي المشاهدين اهلا بكم في اول مباراه للاسطوره الفنان انا. ليتس جو. استر يا رب استر يا رب استر يا رب. شباب طلعوا يا ابني ولد، ايش ذا الدفوع؟ ولد التويو، العلم انا جايكم عشان نتصفق من ذوي يا ولد. حكم بدري يا صباد يا دوبنا بدري. ما عليك ناول، هذه ناول لكن يلا يلا. حلو حلو، شوت شوت شوت، تسديدة ضعيفة مدرب يقول. ارفع واحد كروس، هذه رفعة يا ورع، هذه رفعة. يلا جعلني اصنع ان شاء الله، يلا يلا. حلو 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 حلو، المدرب قال عرضيه جيده، يمدحني مدرب، كفو مدرب كفو مدرب صح. يلا هي اوه حلوه. تعال فهد فهد تعال تعال، انا وياك نطقطق يا فهد. تعال فهد صح، الله يعين فهد 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 سهران امس الجايف، انا ما جيت التدريبات ما جيت. اوكي كل شيء صح من عند المدرب، كل شيء صح. يلا حلو، ايش بومه كذا معنده، لا اله الا الله، والله طقطق الاتحاد. يلعن ابوهم ذولي يا ولد. هاي يا ابله مال امك شغل، هذا كوره سلم. اوكي رجع رجع يا حمار، السهبل ذا تناول فوق على كيف امك. اي خل نخسر يلا ذحين، حجروا له اكسروه، لا تكفى عوافي يا رجال عوافي عوافي. المباراه ترى يعني شد كورتين في العارضة يا عيال، ترى حلوة. اوكي او قوتي 71 حلو. مدرب اللاعب شد شد يا ابو حمد، شد يا ولد. يا رجال خلينا نطلع الفنيلة من برا، يلا خلينا نطلع الفنيلة يا شيخ تكفى. ابى اخذ من الشركة الكلبية ذا البوت يمكن يزبط. رقمي 12 انا ليش حاط؟ طيب برضه مدرب اختارني في هذه التشكيلة، اتوقع اني راح العب طول الموسم اساسي لانه يعني انه مرة قوي لاعبي، ولا في واحد مكان. ليتس جو ليتس جو. بسم الله على بركة الله نبدا ضد هذا الفريق. ليتس جو يا شباب، خسرنا لازم يعني كاسة ذا الكاس ذا الكلبي لازم نجيبه والله. واضح يا شباب اني يوم جيت اسوي اللاعب ما كان مشابك على السيرفرات، ف
فما اعطاني تحميل المستجدات ولا مو حارس الاتحاد هاني هذا 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 هاني من هذا سلم على طول يا ابو حميد يا اخي صح عليك يلا وانتوها سلام يلا حلوه يا عيت صح عليك كبير سفيان سفيان سفياني سفياني وسفيان سفياني صح رجع سلام ها يا عيني اوكي حلو بجمال ارجع حلوين يا شباب اكيد اعطيتوني عشان احطها زي كذا ترى الكمبيوتر قوي يا شباب اذكر السنه الماضيه يوم بدينا الحين المفقود ترى كنا حاطين الكمبيوتر عالمي الان ترى الكمبيوتر قوي مره اللي التعديل حق الكارير مود لو تذكرون حق المدرب صح ها يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا كيف تضيع اوه دقت في خشمه الله يرد الله صح يلا ارجع لي سريع يلا هو الجول الاول وتحيه له كبير يا جون ديب لو روح 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 شوف الطقطق ارجع بسرعه انت لاعب سعودي غبي سهران امس شايفك سهران امس بعد التمرين وين رايح انا متاكد 100% ان المدرب بيقول كل شيء صح لك ما شاء الله تبارك الله الصلاه على النبي عليك احمد والله ما شاء الله روح 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 يلا اللي بعده يا عيني اسف يا مدرب خلاص على طول اسرع في اللعب اثنين عن شكلكم نفسيات لوين يلا يلا نبغى هذا الطقطقه يا كارلوس كارلوس هذا مين يا نوي صح حلو نبغى هذا الطقطقه فاول يا فاول 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 يا اخي ما تعطون فاولات بالله ناوي بالله ناوي والله ما خيب ظنك نعم قلت لك ما خيب ظنك يا الله حلو روح روح والله معطيك باص حلو حلو قاعد اسمع مدرب تمريره سيئه اصبر علينا يا ابن الحلال صح رجع لي فهد 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 سهران امس ما شاء الله حتى انت يا شباب وش ذا هاي شوف هايس الله يستر اضغط سكروا عليه سكروا عاشو حلو نبغى نفوز سلام يلا حلوه هي يا كيف تضيع كيف الكور ذي تضيع يا اخي يا الله عطني العاده شوف دقت لا والله حظي ماي يس الفوز ويعني انا اللي مسجل حتى كبير يا ابو الله جمهور الاتحاد هذا ما مدربني اخوان توأم حركه تدريب يا ولد شد شد الهمه يا ولد شد 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 برضه مدرب اختارني في ذا التشكيله حبيبي ايوه يا ساتر هذا بيصد شيء ذا حارس برونزي يا اخوان يلا اوف والله ما يصد شيء له شكله شوف روح ها يا حمار هذا كيف يحرس في الاتحاد على بركه الله نبدا لسكو يلا استر يا رب اوف 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 دخل والله دخل وجو. كبير الله عليك هاني سك سكتني سكتني صح عليك حلوين تعال ممتاز رجع لي سريع فهد انت حلو حلو حلوه حطها يا الله ليش دائما في اللحظه الاخيره يدخل لي واحد كذا ولا حلو ما عليه ما صح سلام والله لعب عليهم حلو تكفى يا لا في مهارات يا ابو حميد في مهارات حلوين تكفى يا لا 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 شو كبير يا احمد احمد مين ذا احمد عسيري صح عسيري صح برضه المدرب قال لي كل شيء صح لازم نفوز المباراه ذي ولا خلاص اتوقع بنطلع من كاس الصداقه يا ساتر اشوى يلا العب بسرعه هاني الناظر العب بسرعه يا ساتر يا الله تكفى هاني الناظر كبير والله العظيم انه حطه في وسط المرمى انه ما رده يا ولد اوف هجوم ساحق يا والله يبغاه خراب يا الله يا ساتر خطير اللي رد يا الحمد لله لا بسرعه يا اخي ناول يا اخي لا تشوت انا اللي اشوت حلو يلا تعال تكفى حلو هي لا ها
ما استطعنا. لكني ما قصرت، كل شيء جبت فيه صح، اللهم لك الحمد. كذا يا جماعة الخير طلعنا من كأس الصداقة يعني مع العزل، لكني قدمت مستوى كويس من الجانب الشخصي، لكن الفريق ما قدم أمانة. سجلت 3 مباريات هدف 1 كافو. ايوه صح، صرنا 71، كنا 71 اقصد، وصرنا 72. ممتاز، حلو قاعدين نتطور من بدري، قاعدين نتطور والله ممتاز يعني. اوه كلاين انتقل لانتر، اوكي. وريال راح ميلان، هذا يجيب ظهير وهذا يجيب ظهير. خصمنا القادم الفيحة في كأس الملك يا جماعة الخير راح يكون في بداية الحلقة القادمة، وبعد بحاول اني اخليها 4 مباريات يعني نطول الوقت اوكي. لكن احنا الان خلاص لعبنا، عرفناكم على السلسلة، لعبنا المباريات الاعدادية، فخلاص من الحلقة القادمة راح يبدأ الشغل. هذا مين العبيد؟ هذا لاعب سعودي انتقل والله. على اي حال يا جماعه الخير، قبل ما ننهي الحلقه حاب اقول لكم انه تراني ما لقيت التيشيرت حق الاتحاد، فاللي عنده او محلهم في مكه، ساكن في مكه ويبيع التيشيرت يكلمني في السناب او في انستغرام، يصير يعني يشتريه لي وانا حاسبه بعدين ونتقابل واخذ منه التيشيرت، لانه ضروري جدا نكمل فيه السلسله. كل فريق نلعب معه نشتري التيشيرت حقه، ضروري في هذه السلسلة اوكي. فاتمنى انكم استمتعتوا بالمقطع، زر اللايك، تابعوني حساباتي تحت، اشترك اذا ما كنت مشترك في القناة، ولا تنسون ايضا هذه السنة في المنتخب السعودي، يعني راح نلعب مع منتخب كاس العالم اذا شديت حيلي يا ولد. السلام عليكم.